السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج أحداث وأصداء. دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة، يضم الاجتماع السعودية الإمارات الكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حاليا. وكانت شهدت عمان وعدد من المدن الأردنية تظاهرات لمدة 7 أيام احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار الوقود كجزء من برنامج اقتصادي قامت به الحكومة التي قدمت استقالتها على أثر الاحتجاجات. وكان ملك عبد الله قد حذر من أن الأردن على مفترق الطرق، ملقيا باللائمة في الأزمة الاقتصادية على دعم أو عدم استقرار الإقليمي وعلى عبء استضافة مئات آلاف من اللاجئين السوريين وغياب الدعم الدولي للبلاد. نحاول مشاهدينا الكرام نقاش حلقتنا اليوم مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا الأستاذ بسام جعراء الكاتب والصحفي، أهلا وسهلا بك أستاذ بسام. ومعنا أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ طارق النعيمات الكاتب والصحفي الأردني، أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. ولعلي أبدأ معك أستاذ طارق، يعني تجليات الأزمة الاقتصادية، الاحتجاجات التي مرت بها الأردن وصولا اليوم إلى القمة التي ستعقد غدا، كيف يمكن أن نوضح المشهد من الأردن؟ يعني هو بالبداية هي الاحتجاجات جاءت على خلفية تراكمات من انكشاف في الطبقة الوسطى وفئة كبيرة من الشعب الأردني لسياسات الخصخصة ولعدم ضبط الميزانية العامة وانتشار الفساد وترهل الدولة وترهل خدماتها العامة. كل ذلك قاد إلى ما يمكن أن نسميه The Tip of Iceberg، يعني قمة رأس جبل الجليد، كانت قانون الضريبة. قانون الضريبة يبدو يمكن أكثر المتظاهرين غير متأثرين فيه، وهم لم يخرجوا لقانون الضريبة. قانون الضريبة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. الأردن على من 89 لغاية الآن لم يمتلك استراتيجية اقتصادية تبع وصفات صندوق النقد الدولي والخطط الخمسية، اعتمد بربع ميزانيتها أو أكثر على المساعدات الخارجية، يتلقى من الولايات المتحدة الأمريكية 1.25 مليار أو 1.5 مليار، تم رفعها مؤخرا لمليار ونص، ومن الدول الخليجية، ليس هناك أرقام رسمية ولكن التقديرات غير رسمية كانت تشير من 1 مليار إلى 2 مليار سنويا. لذلك بنية الاقتصاد الأردني لم يتم تطويرها وتم بناؤها على قضية المساعدات. الآن ما الذي حصل؟ الذي حصل شيء داخلي وشيء إقليمي. الداخلي هو سوء الإدارة الاقتصادية أدى إلى تراكم المديونية العامة وزيادة معدلات التضخم ويعني تقليل معدلات النمو الاقتصادي. هذا كله ترك المواطن والطبقة الوسطى وكثير المواطنين اللي اعتمدوا على نظام الدولة الرعية والوظيفة العامة، تركهم مكشوفين أمام غلاء الأسعار. الآن عمان تعتبر بحسب تصنيف صحيفة الإيكونومست تعتبر الأغلى عربيا ورقم 38 على مستوى العالم. طبعا بالمقارنة مع مستوى الدخل في الأردن، متوسط الدخل الشهري هو $500 $600، القدرة الشرائية ضعيفة جدا جدا ضعيفة، ومستوى الغلاء جدا كبير. هذا المتأثرين من هذه السياسة من سوء إدارة الملف الاقتصادي خرجوا إلى الشوارع مطالبين. هي ليست المرة الأولى على فكرة، هم خرجوا بال 89 هبة نيسان، خرجوا بال 96 مظاهرات الخبز، خرجوا بال 2011 مع الربيع العربي، الآن خرجوا مجددا مع كان الاستفزاز بالنسبة للمتظاهرين قصة قانون ضريبة الدخل. طبعا كان قبل ذلك رفع الدعم عن الوقود، رفع الدعم عن الخبز، رفع كلها سلع أساسية. الآن هذا على المستوى الداخلي، الصورة مركبة لأن هناك عامل آخر هو العامل الإقليمي. الآن لأول مرة يصدر تصريح من رأس السلطة في الأردن والملك الملك عبد الله، عندما قال نحن لأجل مواقف إقليمية، لم يسمى ما هي الدول لكنها معروفة يعني وضوح كوضوح الشمس، يعني الدول الخليجية نتعرض للابتزاز مواقفنا. يبدو أن هناك طبعا تلخيص المشهد بحالة الحالة الاقتصادية، تلخيص من قطاع الدعم هذا مش دقيق، يعني لا هناك سوء إدارة داخلية. لكن قطاع الدعم ألا يبرر أيضا عدم قدرة الحكومة على الوفاء بكل التزاماتها السابقة؟ يعني عندما نتحدث على توقف المساعدات الخليجية خاصة من السعودية، ألا يعتبر هذا عامل يدفع بالميزانية الأردنية إلى التخلخل كما وقع الآن؟ بالطبع هو عامل قوي، ولكنه لا نريد أن نجمل المشهد بطريقة موضوعية، نجمل المشهد فقط في المساعدات. هناك كان سوء الإدارة لهذه المساعدات في السنوات السابقة. يسأل الكثير من المواطنون أين كانت تذهب هذه المساعدات؟ لماذا عندما بيعت الميناء العقبة لشركة إماراتية ب500 نصف مليار
قالوا ان الديون قلت 6% وان عقدنا يعني صفقه مع نادي باريس وقلت الديون. الان نتفاجئ ان الدين العام الاردني ياكل 90% من الناتج المحلي الاجمالي، هذا فوق المسموح به. طيب. المسموح فيه فوق 69. الان على المستوى الاقليمي يبدو ان هناك عمليه ابتزاز حصلت، هناك صفقه يعد لها، وهذا كلام ليس محللين، كلام رأس السلطة يعني رأس لا. النظام الملك الأردني يقول نحن لا. تعرضنا للابتزاز فيما معناه من دول تريد أن نمشي في صفقات، وهي واضح أن الموضوع هو الموضوع الفلسطيني المتعلق في هذا الموضوع. طيب ما هو رأيك أستاذ بسام جعارة، يعني هل قضية ابتزاز تمارس كما أشار أو تلميحا ملك الأردن عندما تحدث على الاضطرابات الدولية التي تؤثر على المشهد في الأردن، أم أن هناك اختلالات في ميزانية أو عدم قدرة على إدارة الدولة وفساد كما كان يشير الضيف؟ يعني اسمح لي أقول بعد تحية، دائما الملك يستخدم الشارع الأردني لتوجيه رسائل داخلية وخارجية، وبعتقد تماما ما جرى مؤخرا هو آخر إبداعات الملك. وأنا بدي أذكر الجميع، تم أحصاء بحدود 3000 مظاهرة في الأردن خلال 7 سنوات الماضية، بمعنى أن التظاهر ليس تقليدا جديدا، ولكن الجديد في الأمر أن الطبقة الوسطى هي التي نزلت إلى الشارع الآن، بينما كانت في السابق تتحالف مع الحكومة ضد المتظاهرين الفقراء. تم سرقة كل فقراء الأردن، وعندما لم يتبقى لهم ما يسرقونه من الفقراء جاء الدور على الطبقة الوسطى فنزلت إلى الشارع، ونزلت معها الشرائح الفقيرة لأنها تعرف دائما أنها بالأخير ستكون مستهدفة، بمعنى أي إضافة على الأسعار سوف ترتد على المستهلكين على الفقراء، وهم الأضعف والأقل قدرة. أما بالنسبة للرسائل الخارجية فمن الواضح تماما أن الأردن يحتاج إلى المال، يعني كان هناك في السابق تحالف بين رجال الأعمال والحكومة وصندوق النقد الدولي ضد الفقراء، الآن وصلت السكين إلى رقبة الطبقة الوسطى، كما قلت نزلوا إلى الشارع، استخدم الملك الشارع ليوجه رسائل إلى الخارج يقول لهم انجدونا وإلا فقدتمونا، بمعنى سوف يرتد هذا الأمر على الجوار العربي قابل غيره. أنا ما بعتقد أن قضية القدس لعبت أي دور على الإطلاق، أنا لي رأي خاص بطبيعة النظام الأردني، بل بمبررات وجوده بالأساس، يعني هو أقيم ليكون له دور وظيفي فصل بلاد الحجاز عن بلاد الشام، وبالتالي كان وما زال يلعب دورا سلبيا. أنا بدي أقول طيب وربما أكون مخطئاً في هذا، وربما يتساءل لماذا تتوقف المساعدات والآن يتم الحديث عن هذا اللقاء الرباعي الذي بمقتضاه يتم دعم الأردن. لعلي في ذلك أسأل ضيفي من الرياض مبارك العاتي المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك سيد مبارك، يعني كيف يمكن فهم سياسة دول الخارج اتجاه الأردن؟ يعني نتحدث سابقا على أن السعودية أوقفت 250 مليون مساعدات كانت وعدت بها الأردن، المجلس التعاون الخليجي أيضا كان يقدم مساعدات للأردن، يعني لماذا توقع الغرض، يعني والسبب الذي أدى لوقوف هذه المساعدات، وهل هناك أي ضغوطات تراد أو يراد ممارستها على الأردن، ولماذا الآن هذا الاجتماع أيضا ما الذي سيأتي به؟ ألو ألو نعم نسمعك تفضل. نحن نستمع إليك سيد مبارك تفضل. تسمعنا سيد مبارك؟ الصوت واضح؟ سيد مبارك العاتي سنعود إليك لعل هناك خلل في الصوت. أعود إليك ضيفي الأستاذ طارق، يعني ضيفي ربما يرى بأنه ليس هناك دخل لصفقة القرن أو أن هناك اختلالات ربما لها علاقة بأمور تتعلق كما كان يشير إلى الطبقة الوسطى التي هي الآن إلى جانب الطبقة الفقيرة في الشارع. يعني الحديث الحكومة الآن تغير الحكومة ومجيء حكومة الرزاز، إلى أي مدى ترى بأنها قد تسهم في حلحلة هذه الأزمة أو إعادة جدولة الأمور في الأردن؟ اسمح لي بس توضيح، أنا لم أتحدث فقط عن الداخل، بل قلت هناك رسائل خارجية، وكان الملك دائما يستخدم الشارع لإسقاط الحكومة بعد أن تؤدي مهمة غير شعبية، بمعنى تتورط الحكومة بإصدار قانون غير شعبي يعمد النظام إلى تحريك الشارع وإسقاط الحكومة بعد أن يكون
قد ابتز الحكومة وأخذ ما يريد. هذه المرة لم ينجح الأمر، نزل الناس إلى الشارع، فاضطر الملك إلى إسقاط الحكومة قبل أن تنفذ مهمتها. طيب هو رأيك تتفق مع هذه الرواية؟ يعني يمكن أنا غير مغاير الأستاذ بسام، فهو نحترم رأيه، ولكن الطبقة الوسطى أصلاً هي عمادة الحراك السياسي بال89 بال96 بال2011 على مدار هذا الجدول الزمني. الطبقة الوسطى كانت يعني هي من أكثر طحنت في الإجراءات الاقتصادية. بالنسبة لاستخدام الشارع، أتوقع أن الشارع نعم لم يتم قمع بخلاف المرات الماضية، ولكن هناك دوافع ذاتية أخرجت الناس، وأخرجت الناس عن صبرها. الناس عندما تخرج في رمضان وتتظاهر صباحا ومساء وتخرج إلى الشوارع وترفع اللافتات تقول كفى من هذا الاستخفاف بالمواطن وبكرامته وكذا، أعتقد أن الذي أخرجهم هو بالدرجة الأولى الغضب والإحباط من السياسات الحاصلة الآن. طيب عاد إلينا مبارك العاتي المحلل السياسي من الرياض، أهلا وسهلا بك سيد مبارك العاتي. وكنت سألتك عن القمة الرباعية التي ستعقد غدا في مكة، وكنت سألت يعني لماذا توقف الدعم الخليجي عن الأردن. تفضل. نعم نستمع إليك، تفضل أستاذ مبارك. الآن أسمعك. نعم أسمعك الآن. نعم تفضل. هل أعيد سؤالي؟ تساءلت لماذا توقف الدعم الخليجي عن الأردن؟ نعم أستاذ مبارك أنت تسمعنا؟ للأسف الشديد يبدو أن هناك خلل في الصوت يحول بيننا وبين الأستاذ مبارك. أنت معنا؟ أستاذ مبارك أنت معنا؟ سنعود إلى سيد مبارك العاتي لأنه هناك يبدو أنه خلل في الصوت. عودة إليك أستاذ بسام جعارة، يعني كما تساءلت مع ضيفي لماذا توقفت المساعدات الخليجية، كنت ذكرت له أنه 250 مليون دولار كانت مساعدات من السعودية، هناك أيضا كان دعم سنوي من مجلس التعاون الخليجي، يعني هل الغرض من توقيف المساعدات كما بررت أو كما عبرت عن الكثير من المصادر هو محاولة الابتزاز للأردن أو دفعه باتجاهات معينة؟ يعني خليني كمان وضح ما جرى. يعني نعم. أنا لم أقل أن الشارع لم يكن صادقا في توجهاته، أنا اللي قلته تماما سابقا خلال السنوات الماضية كانت الطبقة الوسطى أو خليني أقول رجال الأعمال تحديدا يتحالفون مع الحكومة ومع صندوق النقد الدولي ضد الفقراء. معظم الإضرابات كانت تفشل لأن رجال الأعمال كانوا يلعبون دورا سلبيا في إفشال هذه. هذه المرة نزل الفقراء مع الطبقة الوسطى، هذا أولا يؤكد على أنه لا توجد أحزاب سياسية في الأردن فاعلة، بدليل على أنه النقابات هي من فعل ما فعل خلال الفترة الماضية، ولكن لم يكن بإمكان رجال أعمال فعل أو الوصول إلى هذه النتائج لولا مساندة فقراء الأردن لهم. فقراء الأردن يعرفون بالنتيجة ولو كانت هذه الإجراءات موجهة بشكل مباشر إلى رجال الأعمال إلا أنها سترتد عليهم من خلال زيادات أسعار ومن خلال إجراءات لاحقة. بمعنى آخر ما جرى الآن كان ضد مصالح أكبر شريحة، يعني أكثر مما جرى في السابق. أنا بدي أسأل الآن لماذا عندما تم رفع أسعار الخبز لم تكن المظاهرات بهذا الزخم الذي رأيناه الآن؟ لأن رجال الأعمال كانوا موجودين في الشارع. وأنا بدي أقول مرة ثانية، الملك كان وما زال يستخدم الشارع لتحقيق ما يريد، لإرسال رسائل داخلية وخارجية. أراد ماذا قال الملك؟ قال أن مسألة اللاجئين السوريين لعبت دورا سلبيا، أن قطع النفط المصري، أن الربيع العربي، تحدث عن مجمل ولم يتحدث عن فساد وعن إدارة فاسدة لم تستطع أن تقدم شيئا للشعب الأردني خلال عشرات السنين وليس الآن فقط. بمعنى آخر دائما يتم البحث عن حل خارجي، عن مساعدات خارجية. مع هذه الجملة وأحولها لضيفي وأتمنى أن يكون معنا هذه المرة بصوت واضح الأستاذ مبارك العاتي، لماذا دائما يتم البحث كما أشار ضيفي عن العامل الخارجي؟ يعني والآن قمة رباعية في مكة من أجل إنقاذ الاقتصاد الأردني، ما الذي ستقدمه؟ مساء الخير لك وضيوف الكرام. مؤكد أن القمة العربية الرباعية التي ستنعقد غدا بضيافة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة هدفها تقديم المساعدة الاقتصادية للشقيقة الأردن ومساعدتها على النهوض من جديد وتقصي ما تحتاج الاقتصاد الأردني من
متطلبات أساسية يحتاجها المواطن الأردني في حياته. مؤكد أن الأردن بلد شقيق، يهمنا ما يجري في الداخل الأردني والدول والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على اطلاع تام بما يحدث، وبكل تأكيد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي عن الوضع الاقتصادي السيء الذي تحتاج الأردن بالفعل إلى مساعدة أشقائها. فلذلك هب قادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة، واللي بحضور جلالة الملك عبد الله ليبحث مع كل ما يحتاجه الاقتصاد الأردني. ومؤكد أن هذه القمة ستضع خطة إنقاذ أشبه ما تكون بالخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون سابقا لإنقاذ اقتصاد البحرين وإنقاذ اقتصاد سلطنة عمان عندما رصد لهما 10 مليارات دولار. أعتقد أن الأردن بلد شقيق وبلد مقرب من المملكة العربية السعودية، سيلقى كل الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد الأردني. طيب، البعض يتحدث عن توقف الدعم السابق للسعودية للأردن، وهذا هو السبب الذي أدى بهذه الأزمة الاقتصادية وبخروج الناس والاحتجاجات إلى الشارع. كنت سألت معك قبل قليل، يعني لماذا يتوقف هذا الدعم ثم يستأنف أو يعقد لقاء من أجل النظر في هذه الأزمة الاقتصادية؟ يعني البعض يتحدث بأنه هناك غرض أو محاولة كما وصفها البعض لابتزاز الأردن في النهاية. دعنا نتكلم بكل واقعية تامة. أعتقد أن العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ليس في واردها عملية الابتزاز أو المقايضة، بل على العكس، المملكة العربية السعودية منذ قيام الأردن وقيام المملكة العربية السعودية وكل منهما يعتبر يدا مساعدة للآخر. بل أريد أن أجد هنا أن هناك بعض المتكسبين وبعض المتطفلين وبعض من يسعى لإحداث الفرقة والشقاق بين الدول العربية، ويهم إيجاد بكل ما من شأن الشوشرة على العلاقات العربية البينية. أعتقد أن هناك عدد من التنظيمات وعدد من الدول التي تسعى لإفساد تلك العلاقة وصمها بما ليس فيها. فلا بالعكس، أنا أعتقد أن النفط السعودي. طيب، هذه القمة هل ترد على هؤلاء؟ هذه القمة هل ترد على كل هؤلاء المشككين سابقا؟ بكل تأكيد أن هذه القمة خير دليل على الوقوف السعودي والخليجي مع الأردن الشقيق، وهم يدركون أن أمن الأردن من أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوضع في الأردن يهم الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكل ما يحتاج الأردن بكل تأكيد سيلقى الدعم. كل ما تحتاج الأردن من دعم أعتقد أنها ستحصل عليه غدا. كعادتها المملكة العربية السعودية تعتبر أن شأن الأردن هو شأن سعوديا وشأن خليجيا، فلذلك أعتقد أنه سيتم بحث الوضع الأردني بكل تفاصيله وبكل شفافية لكي يتم وضع الخطط الكفيلة التي تنجح الاقتصاد الأردني وتكون بالفعل خطط قابلة للاستدامة ليتسنى للمواطن الأردني. طيب، أن ينعم بالأمن والاستقرار داخل وطنه. بحديثك عن الاستدامة، كان أشار ضيوفي إلى نقطة هامة جدا، يعني فترة طويلة ومنذ 86 والأردن يتحصل على مساعدات، لماذا لم يتمكن الأردن إلى الآن من الوقوف على قدميه وبقى دائما أن اقتصاده معتمد بشكل تام على المساعدات الخارجية؟ شوف، بكل واقعية الأردن يعني تكاد تكون موارده الطبيعية موارد قليلة، بل على العكس، أنا أعتقد أن الأردن رغم فقر المقومات أو الثروات إلا أنه ظل بلدا قائما مستقرا داخل الأرض، بل على العكس رغم الأزمات التي عصفت بالمنطقة سواء في الشمال في سوريا أو في العراق أو في اللاجئين الفلسطينيين أو كل الأحداث التي عصفت بالمنطقة، وجدنا أن الأردن لا زال بلدا مستقرا قائما متكاتفا الشعب مع جلالة الملك. بل على العكس، أنا أعتقد أن هذه المقولة غير صحيحة. الأردن حتى هذه اللحظة يعتبر من البلدان العربية التي لم تتأثر بتلك الأزمات التي عصفت منطقتنا العربية، حتى ما كان يعرف باللهيب العربي كان يتجنب الأردن نظرا لقوة التلاحم ووعي المواطن الأردني بالأخطار التي تحيق بأمنه، محاولة بعض الأقليات إفساد تلك العلاقة والصعود على طاولة ما كان يعرف باللهيب العربي. أعتقد أن الأردن كان بلدا واعيا مثقفا متعلما يزخر بالعلماء والطاقات البشرية التي مكنت من تجنيب الأردن وإلى تلك العواصف التي هبت على العالم العربي. طيب،
طيب شكرا جزيلا لك سيد مبارك العاتي المحلل السياسي، حدثنا من الرياض. تحول إلى ضيفي من عمان الدكتور علي أبو سكر رئيس بلدية الزرقاء سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور علي أبو سكر، ولنا أن نتحدث عن الأصداء هذه الدعوة السعودية للاجتماع الرباعي في مكة، ما هي أصداءها الآن في عمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية لك ولجميع المسلمين الكرام. الحقيقة أن هذه الدعوة يعني لها صدى عندنا في الأردن، وخاصة عندما يتم في مكة المكرمة في المنطقة المحرمة في البلد الحرام اللي هو مكة المكرمة. نأمل بإذن الله تعالى أن تخرج هذه الاجتماعات بمبادرات يعني تشجع المواطن وتشجع وتحمي الوطن بإذن الله تعالى. لا شك أنه لها صدى إيجابي جدا في أن تحمي الصف الأردني وفي أن تحمي الشعب الأردني بإذن الله. طيب والحكومة الجديدة حكومة الرزاز، يعني ما المطلوب منها في المرحلة القادمة؟ حكومة الرزاز مطلوب منها استخطافات حقيقية، سواء هي تعهدت في أن تواصل هذه المطالب، وخاصة ما يتعلق بالقانون الضريبي، بأن يتم تجاوز قانون الضريبة الحالي اللي يتم الإعداد له الآن في مجلس النواب. والناحية الثانية هي أنتقد إلى جانب الشعب الأردني، أن تكون إلى جانب الشعب الأردني في متطلباته وفي خاصة المتطلبات الاقتصادية للشعب الأردني. وأعتقد أن حكومة الرزاز يعني أو الرزاز نفسه أعطى وعودات للشارع الأردني، وعودات إيجابية إن شاء الله تعالى، وآمل أن تحقق بإذن الله تعالى. طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور علي أبو سكر. أعود لك أستاذ بسام جعرة، هناك مخاوف طرحها الكثير من الكتاب والمراقبين والمتابعين للشأن الأردني، خشية من أن تتعرض الأردن للوصاية نتيجة لهذا الدعم الذي أصبح اقتصادها متوقف عليه بشكل مطلق. يعني بعتقد تاريخيا الأردن لم يسلم أوراقه إلى أي بلد على الأطلاق، كان يناور يلعب بكل الاتجاهات، لا يراهن على أي موقف، وأعتقد هذه السياسة نجحت تماما. نذكر تماما موقف الملك حسين من حرب الخليج وكيف اصطف بالاتجاه الآخر بعكس ما كان متوقعا، بمعنى كان يلعب ويعرف كيف يلعب. وبعتقد حتى الملك عبد الله الثاني ما زال يلعب بنفس الطريقة، بالدليل على أنه أن الرسالة وصلت، رسالة الملك عبد الله هو الاجتماع. نعم. اجتماع الأحد في مكة المكرمة، وأيضا حضر في قمة الإسلامية الأخيرة تماما في أنقرة، رغم الضغوط السعودية، ويعني لعبت السعودية دورا كبيرا في محاولة إبعاد الأردن عن تركيا. كان هناك اتفاقات اقتصادية مع تركيا تم إلغائها. نعم. نتيجة ضغط سعودي، ولم تقدم السعودية شيئا لأنها قدمت كل ما يمكن أن تقدمه إلى أمريكا وإلى يعني ربيبة السيسي. طيب. اللي بدي أقوله الآن بشكل واضح، رسالة الملك وصلت، واجتماع عمان اجتماع مكة المكرمة سوف يقدم الدعم، ولكن السؤال هو ماذا بعد الدعم؟ هل تستطيع المملكة العربية السعودية أن تقول الآن أن استعادت دورها كشقيق أكبر لكل هذه الدول؟ كان هناك وعود بإدخال الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، ونامت المملكة. أنا بعتقد تماما المملكة العربية السعودية لا تستطيع الآن أن تقدم المطلوب منا، ويجب أن نتوقف قليلا عن تغريدة لملكة الأردن الملكة نور، أعادت نشر مقال لأريتس يتحدث عن علاقة كوشنر بولي العهد السعودي. طيب ما هو رأيك ضيف هنا، يعني إلى أي مدى فعلا نجحت الأردن وإلى الآن باللعب على كل التوازنات وبعدم الارتهان لجهة واحدة محددة؟ يعني أنا بدي أمسك السؤال اللي طرحه الأستاذ بسام، وفعلا يعني سؤال مهم. ماذا بعد؟ يعني هل أولا على مستوى، خلينا نحكي على مستوى الأردن الداخلي، هل يبقى الأردن هذا النهج مستمر زي نظام الفزع العربية؟ أنا عندي مشكلة، تعالوا فزعولي وأنقذوني. يجب أن يكون هناك سياسة، تبنى سياسة داخلية أردنية، أن الاعتماد على المصادر الذاتية. الأردن كان يتمتع مستوى خدمات عامة أفضل من دول الجوار مثلا، كان مستوى القطاع العام أداؤه البيروقراطي أفضل، انتشار الفساد، كل هذا انهار
في السنوات الأخيرة، لأنه لا يوجد هناك خطة داخلية لتطوير للبناء لبناء اقتصاد. نعرف الأردن لا يوجد عنده موارد طبيعية، حال كثير من الدول في العالم يعني، ولا عيب أنه يأخذ مساعدات من أشقائه، زي مثلا مسلسل اليونان أو مسلسل الدول التي انهارت في أمريكا الجنوبية، أرجنتين وتشيل، عقد لها مؤتمرات بغض النظر يعني هاي. ولكن المشكلة أنه على المستوى الداخلي يجب أن تبنى استراتيجية، لا ينفع موضوع مؤتمر يعقد وكذا. يعني هاي القصة على فكرة، هذا السيناريو تكرر بالتسعة. لماذا لا تدعم دول الجوار بهذه المساعدات؟ لماذا لم تساعد الأردن في بناء هذه الاستراتيجية لكي يتحصل على أو لكي يعتمد على نفسه في النهاية؟ هو كان في مساعدات وكان في مساهمات. هاي المساعدات وهاي المساهمات كيف أديرت؟ السؤال، هل أديرت بالطريقة الصحيحة؟ هل المساعدات هاي كانت كافية؟ يعني عندما يتم ضخ أموال لهذه الدول العربية، هل كيف يتم توظيف هذه الأموال؟ هل يتم توظيفها لبناء اقتصاد مستدام، لبناء نمو مستدام، ولا فقط لتسديد فواتير؟ وسياسة إطفاء الحرائق، سياسة إطفاء الحرائق لا تنفع مع الدول. لا يجب أن يكون هناك سياسة عمال مياومة كل يوم بيوم، لا، الدول يجب أن يكون لها استراتيجيات وأن تبني خطط. الأردن لا يوجد عنده خطة اقتصادية. أي نعم ظروفه صعبة، ولكن هذا لا يعفيه من بناء خطة استراتيجية. بالنسبة للإقليم، الموضوع الإقليم الموضوع الأكبر الآن. المشكلة أنه في الإقليم هناك عقيدة سياسية في الإقليم تقول لا يمكن إعادة تجربة الربيع العربي، سنمشي سنتحالف مع الشيطان لكن لا نريد أن يتعاد تجربة الربيع العربي. ولذلك مذكرات رئيس الوزراء مضر بدران بال89 عندما قال اجتمعنا مع الملك فهد وكان الأردن يعاني من مشكلة فقدان ثلثين من قيمة الدينار الأردني، كان يساوي الدينار الأردني 4 دولار، في يوم وليلة فقد ثلثين قيمته بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية وانتهاء اقتصاد الظل، قصة طويلة يعني. فهو هاي مذكرات يعني مذكرات رسمية. ماذا قال في المذكرات؟ قال أنه اجتمعنا مع الملك فهد وتعهد بدفع المساعدات ب5 مليار تسديد فاتورة الحرب وتسديد فاتورة الديون العامة مقابل حل مجلس النواب. يعني هل تكون مساعدات ثمن إيقاف مصيرة الأردن؟ ليس ديمقراطية كاملة، ولكن على الأقل في مستوى معين من الحريات، لا يوجد دماء خلينا نقول في هذا. ولكن لا نريد أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مقايضة أو ضغط أو ابتزاز. ما هو رأيك دكتور علي أبو سكر، يعني إلى أي مدى هذه المساعدات يخشى منها كما طرحت في بداية الحلقة وإلى الآن يخشى أن تكون في شكل مقايضات، في شكل ابتزاز، في شكل منع، خاصة كان ضيفي قبل قليل تحدث أيضا على قضية الربيع العربي، دول الخليج تسعى لأن أو كانت يعني بعض من دول الخليج هي كانت ما وراء ثورات مضادة، يعني أفشلت تجارب ديمقراطية مثلا في مصر. يعني إلى أي مدى تكون هذه دول الخليج الآن يعني دورها يكون في الأردن بشكل مختلف؟ هي هذه المساعدات لا تشكل يعني جزء أساسي من الموازنة في الدولة الأردنية، هي جزء مكمل ليس إلا. ولا شك أنه الأردن نعم يستحق هذه المساعدات، سواء كان موقفه من الكيان الصهيوني أو موقفه من دولة شقيقة كدولة دول الخليج، دولة السعودية ودولة دول الخليج الأخرى. لا شك أنه الأردن بحاجة إلى هذه المساعدات، يستطيع أن يكون العنصر القوي في جانب هذه الدول. يعني دكتور علي تسمعنا؟ دكتور علي أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا دكتور علي أبو سكر إلى أن يعود إلينا مجددا. عودة إليك أستاذ بسام جعارة، يعني هذا يعني في نفس النسق وفي نفس الضيف كان أشار إلى مقايضات وكان أشار إلى تجارب سابقة، ونحن يعني إذا نظرنا إلى أستاذ مبارك العاتي أشار حتى إلى الربيع العربي، سماه اللهيب العربي، ورأى بأنه كان عنصر سيء بالنسبة للشعوب، ودول الخليج الآن تسعى لأن تمنع أن تكون تجارب من هذا القبيل. يعني والأردن ربما قد تكون تجربته مختلفة تماما عن باقي الدول، لكن يعني ما هي ربما الملاحظة التي يمكن أن نخرج بها؟ خليني أولا سجل الأردن قضية مهمة جدا وإيجابية، طريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين. نعم. يعني الملك عبدالله ما قال عنهم حجرات ولا جراسين،
بالعكس لاعب أدى دور ذكي فعلا عندما انحاز إلى جانبهم وتحدث وقال أن معظم الوزراء كانوا نايمين، يعني رمى المسألة على الوزارة، ودائما يتم اللعب بهذه الطريقة، يتم التضحية بالوزارة، بينما جرى العكس تمام في سوريا وأسيلت الدماء. شفنا شيء مناظر فعلا حضارية في عمان، وبعتقد تماما الشعب السوري كان بنفس الطريقة عم يتظاهر، وبقي يتظاهر لزمن طويل، كانوا يقدمون الورود للجنود وكانوا يتلقون الرصاص. بالأردن طبعا السبب، كل المطالب كانت تختلف، يعني فرق ما بين إسقاط النظام وإسقاط الحكومة. السبب الأساسي اللي بالأردن ما في جيش طائفي، أنا بعتقد هذا السبب، وهناك إدارة ذكية بمعنى الملك يعرف تماما ما هو المطلوب. ما هي رسالة وجهها الملك؟ تحدث عن الأضرار التي لحقت بالأردن من جراء إغلاق الحدود مع سوريا، وبالتالي مع بقية الدول التي تتصل الأردن بسوريا، وهذا الأمر فعلا انعكس سلبا على الصادرات الأردنية، هذا أولا. تحدث أيضا عن الربيع العربي وتأثيره، تحدث عن اللاجئين وعن الكلفة، وقال أن التعويضات لم تكن كافية. أنا بعتقد مسألة التعويضات كانت أكثر من كافية، بمعنى ما يريده الأردن أكبر بكثير مما قدم. يعني تركيا ما أخذت شيء عمليا، كما يعني طبعا تركيا الاقتصاد التركي بعكس الاقتصاد الأردني، اقتصاد قوي. اقتصاد اللي بدي أقوله تماما الآن، وين كانت المشكلة؟ دول الخليج بالفترة الأخيرة كانت تمول مشاريع ما بتعطي كاش. الأردن عنده فواتير يجب تسديدها، يريد كاش، يعني بده مليارين دولار، مليارين دولار، ما بده مشاريع تتنفذ على الأرض. كان هناك أيضا حصار إماراتي، خليني نذكر، انسحبت الإمارات من عدد من المشاريع تحت عنوان أن هناك ضرائب كبرى لا تستطيع أو لم تعد المشاريع مجدية اقتصاديا. بعتقد كان هناك ضغوط على الحكومة الأردنية لكي يعني تنخرط تحت الأجندة، أجندة محمد بن زايد تحديدا. كما أن الأردن لم يكن لديها موقف واضح من الأزمة الخليجية، لم تصطف لهذا. يعني الأردن لا يستطيع، هو يحتاج إلى علاقة جيدة مع قطر، إلى علاقة جيدة مع الإمارات، مع السعودية. وأنا بتذكر الجميع، يعني هناك مئات آلاف الأردنيين يعملون في الخليج، هل يستطيع الأردن أن يغضب الخليج وأن يؤدي طرد عشرات الآلاف الأردنيين عودتهم لعمان؟ تعني كارثة. ولذلك الأردن أيضا لا يستطيع أن يلعب أو أن يناور أكثر مما فعل. ينضم إلينا من لندن جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك سيد جهاد أبو فلاح. نريد رؤيتك في القمة التي ستعقد غدا في مكة من أجل تدارك الأزمة التي تقع الآن في الأردن حول الاحتجاجات التي خرجت إلى الشارع، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه بحسب رأيك؟ يعني أشكرك على الاستضافة ومرحبا بك وبضيوفك والمشاهدين. بتقديري هذه الأزمة جاءت، أو القمة جاءت على خلفية الأزمة التي عصفت في الأردن خلال العشرة أيام الماضية. خلينا فقط للترتيب أنه الأزمة في الأردن هي أزمة مركبة، أزمة سياسية اقتصادية، صحيح لها شكل اقتصادي لكنها في جوهرها هي قضية يعني لها بعدها السياسي بامتياز، خاصة أن الأردن يعني يعيش في منطقة تعصف فيها الأزمات، وأيضا هنالك استقطاب حاد على الصعيد السياسي في ظل استمرار الأزمة الخليجية وأزمة سوريا والتدخلات الدولية في الإقليم. وبالتالي دفعت هذه التحولات في الإقليم الأردن إلى مزيد من الأزمة الاقتصادية التي خنقت ووصلت إلى حد كبير جدا. غير قادر الأردن على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، هنالك حوالي 35 مليار دولار من الديون، الأردن غير قادر على دفع مستحق الرواتب، وغير قادر على سداد الديون، وغير قادر على سداد حتى فوائد هذه الديون، بمعنى أن هنالك أزمة كبيرة جدا غير معهودة في الأردن، برغم أنه مر في السنوات السابقة أزمات مشابهة، لكن بسبب أن يعني الأشقاء العرب والداعمين الدوليين توقفوا عن أو خففوا من حجم الدعم للأردن، وبالتالي هذه فاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير. اليوم جاءت الدعوة من السعودية لقمة يوم الاثنين القادم في مكة المكرمة بحضور الكويت والإمارات والسعودية وأيضا الأردن،
بالمعنى سيكون هنالك يعني جمع تبرعات وتمويل للأردن، لكن بالمشهد العام هنالك يعني حالة من أيضا من الاستقطاب السياسي، خاصة أن الأردن خلال الأشهر الماضية أطلق مجموعة من الإشارات السياسية التي لم تعجب السعودية في زياراته المتكررة على تركيا، وأيضا المصافحة مع الرئيس الإيراني روحاني. هذه يعني أعطت إشارات للمحور السعودي الإماراتي المصري بأن الملك قد يذهب، ملك الأردن أن يذهب إلى المحور الآخر الإيراني التركي والقطري، وهذا يمكن يعني أزعج السعوديين و يعني دفعهم إلى تشديد الخناق. عندما حدثت الأزمة والتظاهرات في الأردن اندفع اليوم السعودية لمساعدة الأردن في الخروج من الأزمة. وحتى هل في رأيك هذه المساعدة ستكون مشروطة هذه المرة؟ يعني لن تكون مساعدة مفتوحة بدون أي شروط؟ يعني البعض يربطها بقضية صفقة القرن، إلى أي مدى ترى بأن هناك ارتباطات بهذا الملف؟ يعني هي لن تكون مجانية، هذا قولا واحدا، يعني الدعم لن يكون غير مشروط، حتما سيكون هنالك شروط. ما هي شكل هذه الشروط؟ قد تكون لها دخل بموضوع صفقة القرن، مراضات الأردن، لأن الأردن شعر بأنه خلال الترتيبات التي تجري في الإقليم وتقودها السعودية بشكل أساسي، هي الأردن شعر بأنه خارج هذه الترتيبات، وهذا يعني أزعج الأردن على المستوى السياسي. يعني أزمة سياسية وغياب أو ضعف لا الدور الأردني، وأزمة اقتصادية، وهذا سيؤدي حتما إلى الانفجار. بالمشهد العام في هذه القمة هنالك يعني محاولة سعودية إماراتية لإعادة الأردن إلى المحور التقليدي الذي كان الأردن جزء منه ولا يزال هو جزء من هذا المحور، خوفا من أن يندفع باتجاه المحور الآخر الإيراني التركي القطري. وبتقديري هذا قد يعني هذا قد يكون الثمن السياسي الذي قد يدفع الأردن. سنشهد خلال الفترة القادمة تحولات حتى في الخطاب السياسي الذي سيقدم الأردن على صعيد. أرجو أن تبقى معنا، نقطة مهمة طرحتها سيد جهاد، أحولها لضيفي طارق. ما هو رأيك في هذه، يعني إلى أي مدى تكون فعلا لعبة محاور، يعني سواء تكون مع هذا المحور أو مع ذاك؟ يعني هناك كما كان يشير ضيفي الكثير من الصور التي بعث بها الأردن التي تدل بأن ربما قد يميل إلى المعسكر الآخر، كما ذكر يعني مصافحته مع روحاني، مشاركته في القمة الإسلامية التي عقدت في أنقرة. يعني إلى أي مدى تكون ربما المقاربة بهذا الشكل؟ يعني بالفعل هو توصيف صحيح. إذا ذكرنا قضية المحاور، لعبة المحاور هي أصلا التي تتحكم في المنطقة منذ وقت طويل، والأردن جزء منها، والأردن يعني يتأثر بها، وهو مضطر للدخول في هذه اللعبة. إلى أي مدى ممكن أن تكون الأردن يدير الملف؟ نأمل أن يدير الملف ويخرج سالما، لا يكون على حساب الحريات، لا يكون على حساب أي شيء آخر، على حساب السيادة الوطنية، لا يكون على حساب آخر. ولكن بالفعل المنطقة تعج بالخلافات وتعج بالمشاريع المتضادة، وكما قلت يعني المشروع الآن الذي يدفع له هو العقيدة السياسية الجديدة التي منع حدوث أي ربيع أو أي شكل من أشكال الإصلاح السياسي حتى لو كان محدود في أي دولة عربية، لأنه الآن يعتبر خطر قومي، يعني خطر قومي أكثر من خطر الإسرائيلي، أكثر من خطر الإيراني، أكثر من أي خطر آخر. لكن هل هناك ما زالت مخاوف قائمة من الربيع العربي بعد كل ما وقع؟ يعني بعد ما زالت الأزمة السورية مستمرة، الانقلاب الذي وقع في مصر، يعني الثورات المضادة، هل ما زال هناك خشية ما زالت موجودة لدى الخليجيين من الربيع العربي حتى بعد ما آل إلى ما آل إليه؟ هي ليست موجودة فقط، هي تسيطر على الفعل السياسي وعلى التفكير وعلى ردات الفعل. كل المشهد يمكن تفسيره بعدم إعادة، لأنه هذا كابوس بالنسبة للأنظمة التقليدية التي لا تريد الإصلاح السياسي. الربيع العربي أو أي مجال للتغيير حتى لو كان محدود هو كابوس، على فكرة ليس للأنظمة الخليجية بس، وللأنظمة النظام السوري، النظام في الأنظمة العربية كلها، يعني كل الأنظمة العربية التي لا تريد الإصلاح السياسي الكابوس الأكبر عندها لا الخطر الإيراني ولا الخطر الإسرائيلي، الخطر عندها هو أن تتعرض كراسيها للاهتزاز، أن تحاسب على الأموال التي تصرفها، أن تحاسب على الإفساد
على أكبر جريمة أصلا في الدول التي نعيشها، أن لا يوجد هناك تنمية. إذا إحنا هنا في بريطانيا دولة تعاني، خرجت من الاتحاد الأوروبي، والآن نقاش هل خرجنا لا نخرج، هل كان القرار سليم أم مش سليم، وهي دولة فيها صحافة وفيها إعلام وفيها يعني أجهزة استراتيجية ومؤسسات، وهناك في توهان، ما بالك دولنا التي لا يوجد فيها لا مؤسسات ولا في صحافة حرة ولا في هناك من يحاسب، لا يوجد هناك أي خطة، لا يوجد. لذلك الآن السودان الناس لا تستطيع سحب الأموال من الصرافات من يومين، تونس فقد الدينار نصف قيمته، المغرب عوم العملة، مصر عومت العملة، هذه أزمات متوقعة ليست مفاجأة، وسنظل في نفس الدوامة ما لم هناك تبنى شكل من أشكال الدولة الحديثة. في من هنا لآخر حلقة نريد أستاذ بسام جعارة أن أناقش معكم ما هي توجهات المستقبلية للأردن، ما الذي عليه أن يقوم به حتى يخرج داخليا من هذه الأزمة الاقتصادية ويستطيع الإيفاء بالتزاماته الداخلية، وحتى أيضا أن يحافظ على علاقاته خارجية بشكل متوازن مع جميع الأطراف، ما الذي عليه أن يفعل؟ يعني خليه يقول داخليا، يعني ما بدنا نحكم، نعطي حكم سريع على رئيس الوزراء المكلف، بس أنا بدي أذكر الجميع أنه هو ابن بارز للبنك الدولي، هو عمل مديرا بأكثر من منطقة، مدير إقليمي للبنك الدولي في أكثر مكان في العالم، وبالتالي واضحة توجهاته. وأنا بدي أقول أيضا، هل سيتماهى يعني أكثر مع صندوق النقد الدولي في المرحلة القادمة؟ أنا بعتقد هو أذكى من أني يغلط. أنا بس بدي أذكر بشغلة، يعني تحمل حكومة الملقي المسؤولية، هل تستطيع الحكومة أن تقرر سياسة بلد اقتصاديا؟ لا تستطيع، لا في أنظمة جمهورية ولا بأنظمة ملكية، ولكن دائما الحكومة يتم مسح الأرض بها، بمعنى يتم تحميلها، دائما يقال أن الملك أو الرئيس جيد وأن الحاشية فاسدة، والملك قال أن الوزراء نائمين وأن الحكومة فشلت. أنا اللي بدي أقوله بشكل واضح، أنا أولا لا أعتقد أن الأردن سيغير تحالفاته الخارجية، ولا يستطيع، ولو أراد لا يستطيع. ولي يذكر الملك عبدالله، لماذا لا يستطيع مع أنه هناك إشارات مؤخرا كان يصير جهاد بأن هناك سنلمح تغير في السياسة الخارجية الأردنية؟ الأردن عمره 100 سنة لم يتشكل كدولة بعد، حتى الآن معظم دول المنطقة لم تشكل كدول، يعني إذا استثنينا أنا بعتقد مصر والمغرب لا توجد دول، بمعنى الدول لم تشكل حتى الآن بشكل نهائي، والأردن هو أحدثها، يعني الأردن عمره 100 سنة اليوم، ما عمره أكثر، وله دور وظيفي وأنشئ ورسم على الأرض ليؤدي هذا الدور الوظيفي. أي محاولة هذا الدور، هل يعني بعض الكتاب أشاروا بأن هناك احتمال الاستغناء عن هذا الدور الذي يقوم به الأردن خاصة إذا ما تمت صفقة القرن؟ لا، بعتقد دوره أهم، يعني صفقة القرن خليني أقول لن تتم، يعني ممكن تتم، ولكن ماذا يعني ذلك؟ اليوم أي اتفاق يوقع، ما المهم توقيع الاتفاق، المهم شو نصيبه من النجاح بعد ذلك. اليوم الشعوب العربية أمامها، تعتقد أن أمامها مهام أكبر، بمعنى صار كام ديفيد، ما نزلت الناس على الشارع بمصر، يوم اللي رفع السادات أسعار الخبز نزلت الناس على الشارع، بمعنى جعلوا قضية الشارع الأساسية قضية الخبز، ورغم ذلك الناس خليني أقول لم تنشئ أو لم تقم بالثورة من أجل الخبز. الحرية، الكرامة، المصادرة في كل مكان بالعالم العربي من المغرب إلى السعودية، هذه الشعوب صدر حقها بالتعبير وفي كل شيء. يعني الخصم الأكبر اليوم لكل الأنظمة العربية هو المجتمع المدني، وأنا بدي أقول إذا كانت الثورات العربية لم تنجح، هل نستطيع القول أن الثورات المضادة قد نجحت؟ بعتقد اللي بتابع وضع تونس الآن، خاصة بعد إقالة وزير الداخلية مثلا، وبقية الدول، الجزائر، المغرب، يرى تماما أن الثورات المضادة فشلت أيضا، لم تنجح. وضع مصر اليوم أخطر، وبأكد لك تماما سوف تصحون في يوم من الأيام على ملايين المصريين في الشوارع يهتفون لإسقاط النظام. كل المساعدات والدعم الذي قدم من الدعم، هذه المساعدات نهبت استنزفت، وفي الأردن كل، يعني أنا بدي أفترض بكرة قدموا له 3 مليارات سوف تدفع نقدا لتسديد فواتير مؤجله. طيب، وبعد ذلك ماذا سيفعلون؟ طيب خليني اسال هذا السؤال لجهاد، يعني وماذا بعد هذه المساعدات؟ يعني اذا كل مره وقعت ازمه اقتصاديه خرج الناس الى الشارع، تدخل الدول الجوار وعقدت اتفاق ودفعت بمليارات الى الاقتصاد الاردني وسددت هذه الفواتير كما اشار ضيفي، وبعد يعني الى مدى سيستمر الاقتصاد الاردني بهذا الشكل خاضع ويعيش فقط على المساعدات الخارجيه؟
يعني خلينا اتفق مع ما قاله الاستاذ حسان بانه الاردن هو دوله الوظيفه، فبالتالي منذ نشاته هو نشا من باداء وظيفه محدده على المستوى السياسي. هذه الوظيفه الاردن على المدى منذ نشاته نجح في تجديد وظيفته الاقليميه. اليوم حتى السؤال الذي توجهتيه انت للاستاذ بسام بانه هل انتهى الدور الاردني في الاقليم؟ بتقديري هذه المساله لا اعتقد ان هنالك اجابه حقيقيه حتى نتعرف على ما هي صفقه القرن وما هي تفاصيلها وما هو الدور الاردني في هذه الصفقه. في المداخله الاولى التي تحدثت فيها قلت بان الاردن هي يعني شعرت بانها خارج الحسابات السياسيه، وبالتالي هي شعرت بانها تم استثناءها من الترتيبات الاقليميه، وبدات بالاندفاع باتجاه ترتيبات او خلط الاوراق مره اخرى من خلال الزيارات المتكرره لتركيا ومصافحه الرئيس الايراني روحاني. هذه وجهت رسائل الى الاقليم الى الدول مثل هل هي رسائل فقط ام فقط او توجه الى المحور المقابل؟ هل ستكتفي فقط الاردن بارسال الرسائل من اجل يعني الحصول على مكتسبات، ام انها فعلا لديها توجه بتغيير تحالفاتها التقليديه؟ لن يكون استاذ بسمه، لن يكون للاردن توجه للذهاب الى المحور الايراني التركي، لان البنيه السياسيه للاردن لا تحتمل هذا التوجه. اثنين، ان الاسرائيلي والامريكي لن يسمح باي حال من الاحوال ان تنزلق الاردن باتجاه المحور الايراني التركي، خاصه التركي يعني خاصه الايراني، في ظل التوتر الامريكي الايراني. بخصوص السؤال الذي وجهتيه، هذه الازمه ستبقى متجدده، يعني هذه ليست الازمه الاولى. في 89 كان هنالك ازمه اقتصاديه، في 96 كان هنالك ازمه اقتصاديه وخرج الناس بتظاهرات كبيره وعارمه على المستوى، وشعارها الوحيد هو كان الوضع الاقتصادي. هنالك يعني هذه الديون ستدفع، او بمعنى هذه المساعدات ستقدم، ينتعش الوضع الاردني، سيعود الوضع الى وضعه الطبيعي، لكنه لن ينهي الازمه الاقتصاديه باي حال من الاحوال. انت تتحدثي عن الاردن، هنالك ثلاثه مصادر للدخل الاردني. اولا هي مقدرات الدوله، وهذه تم خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص وانتهت، وبالتالي الاردن ليس لديه موارد لتمويل الدوله الاردنيه. المصدر الثاني هو المساعدات الخارجيه، وهذه بسبب الوظيفه السياسيه. المساله الثالثه هي جيب المواطن، عشان هيك عندما انتهى توقف الدعم او ضعف الدعم من الخارج، بدا الاردن يتوجه الى جيب المواطن لجبايه المال لتمويل الدوله، وبالتالي هذه الازمه هي ازمه متجددة، تنتهي تخفض قليلا مع وجود مساعدات، لكنها لن تنتهي على الإطلاق طالما أن يعني تم بيع كل المقدرات الدولة للقطاع الخاص، وتم خصصت الدولة عمليا. أنت بتحكي عن المطار تم الاستحواذ عليه من شركة فرنسية 51%، الميناء تم تأجيره ل 36 سنة إلى الإمارات، الفوسفات، البوتات، شركة الكهرباء، الماء، شركة المي، كل هذه التي كانت تمثل دخلا إلى الخزينة الأردنية تم بيعها إلى القطاع الخاص. شكرا جزيلا لك جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي، حدثنا من هنا من لندن. أعود لك سيد طارق، يعني ما هي توجهات، ما الذي على الأردن القيام به من أجل الخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي كما كان يشير جهاد يعني يتكرر ودائما ما يعود إلى الواجهة من جديد؟ ما هو الحل في رأيك؟ أنا مع اتخاذ لتحويل هذه المحنة لمنحة، ويعني عمل اجتراح اقتصاد سياسي، عفوا اصلاح سياسي واقتصادي. اصلاح اقتصادي من دون سياسي لا نفعله، النموذج الصيني هذا لا نفعله ولا يطبق اصلا ولا يصلح تطبيقه. اذا اردنا ان يبقى الاردن قويا مستقرا كما كان ويظل في المستقبل للاجيال القادمه، الآن الفرصة للقيام بذلك الإصلاح السياسي. هناك مخرجات الميثاق الوطني من 89، مخرجات لجنة الحوار الوطني 2011، الدستور يقول النظام نيابي ملكي نيابي المنتخب من الشعب. ما هل نريد ديمقراطيات أوروبا؟ لا نريد ديمقراطيات، يعني نعرف أنه الظروف لا الإقليم يريد ديمقراطيات ولا كذا، ولكن على الأقل فلتبدأ
أو نكمل المسيرة التي بدأناها في 89. خرج الأردنيون مظاهرات عنيفة جدا، قتل فيها لأول مرة في تاريخ الأردن مواطنين، يعني نادرا يقتل مواطنين رجال الأمن. قام الملك حسين بإصلاح، لغى الأحكام العرفية، لغى قانون إلغاء يعني حظر الشيوعية وحظر الأحزاب السياسية، وتم إجراء انتخابات لأول مرة مجلس منتخب، وتم تكوين الحكومة ومشاركة مجلس النواب فيها. الآن مطلوب أن نقوم بهذه الخطوات، مطلوب الآن أن تنهض القوى السياسية وأن يقوم الجميع الحكومة والنظام بتشجيع عملية إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي قائم على حوار وطني وتنفيذ هذا، لكي الأردن يظل منيعا وقويا داخليا. الشعب على فكرة سيقف مع الحكومة عندما يحس أن الحكومة تعاني معه، أما الحكومة تترفل في أبراج عادية والشعب يدفع الثمن، لا، هنا الشعب سيحتج ولن يرضى بذلك. يعني عندما ندفع الاثنين التقيان في منتصف الطريق ودفعان الثمن معا سيمضيان إلى بر الأمان. أستاذ بسام، يعني باختصار شديد، يعني ما هو المطلوب من الحكومة الأردنية لكي تكتفي بهذه الالتزامات الداخلية والخارجية؟ يعني كما قلت، رئيس الوزراء الأردني مكلف شخصية محترمة، ولكنه ابن بار للبنك الدولي، وبالتالي لا أعتقد أن النهج سيتغير. يستطيع أي واحد أن يغير الأشخاص، ليس المهم تغيير الأشخاص بل تغيير النهج، وبعتقد الملك نفسه قال هذا الكلام ولكنه لم يغير النهج. اللي بدوله الآن مفروض إحلال المجتمع المدني محل العشيرة، إلغاء ولا يمكن هذا الأمر أن يتم، وقف التحالف بين السلطة وبين رجال الأعمال. شكرا جزيلا لك بسام جعار الكاتب الصحفي، أشكرك أيضا طارق نعيمات الكاتب الصحفي الأردني، أشكر مشاهدينا الكرام ضيفايا من الرياض مبارك العاتي المحلل السياسي، وأشكر الدكتور علي أبو سكر رئيس بلدية الزرقاء سابقا، شكري موصول أيضا للأستاذ جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي حدثنا من لندن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.